بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا في لقاء الأربعاء 8 إبريل 2020 من مادة أخلاقيات مهنة الهندسة. لقاء اليوم هنتكلم فيه في نظريات الأخلاق المهنية. بعد إذن حضرتك هتجيب لي الكتاب صفحة 59. افتح الكتاب صفحة 59. حضرتك فتحت الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النظرية الأخلاقية هي إيه؟ هي محاولة علمية هادفة علشان توفر لي هيكل أفهم به الالتزامات الأخلاقية تجاه الآخرين. طب في ضوء النظريات الأخلاقية يمكن وضع إطار أفهم من خلال هذا الإطار المعضلات الأخلاقية، المشكلات الأخلاقية اللي تحتاج إلى توضيح وتفسير وتحليل. طب عندي كم نظرية أخلاقية؟ 3 نظريات. النظرية الأولى نظرية المنفعة، والنظرية الثانية نظرية أخلاقيات الواجب، والنظرية الثالثة نظرية أخلاقيات الحقوق. تعال حبيبي الطالب بعد إذنك، نظرية المنفعة من اسمها انك تميل الى تعظيم منفعة حضرتك، بس اوعى تنسى منفعة الاخرين. يعني مش تحب نفسك والاخرين، لا، جوهر هذه النظرية انك تحب لغيرك زي ما بتحب لنفسك بالضبط. النظرية التانية نظرية اخلاقيات الحقوق، وجوهر هذه النظرية انك بتحترم حقوق الاخرين وما تتعداش على حقوق الاخرين، ولا تبخس حق الاخرين، ولا تظلم الاخرين. والنظرية التالتة نظرية اخلاقيات الواجب، يعني ان عليك واجب تجاه الاخرين انك تعمل ايه؟ تحترم فكرهم، تحترم وجهات نظرهم، تحترم استقلاليتهم، تحترم قراراتهم، تحترم تعبيراتهم الشخصية، تحترم كبشر وكمهندسين معاك. ممكن بقى نيجي نسألك اسئلة علشان تثبت لك المعلومات اكتر واكتر. لما نيجي نقول لك اكمل النظرية الاخلاقية هي محاولة، لما ممكن نيجي نقول لك في ضوء النظريات الاخلاقية يمكن وضع اطار عمل لحل، حل ايه؟ لما نيجي نقول لك يوجد 3 نظريات قول لي هم ايه سيادة المهندس؟ لما نيجي نقول لك مذهب او نظرية المنفعة بتحتم ايه؟ لما نيجي نقول لك نظرية اخلاقيات الحقوق جوهرها ايه؟ لما نيجي نقول لك نظرية اخلاقيات الواجب جوهرها ايه؟ ممكن بقى نيجي نكلفك بحاجة بسيطة جدا. انت فهمت الـ3 نظريات؟ طب لو مهندس زميلك في موقع العمل يميل دائما لتفضيل مصلحته الشخصية ويهمل مصالح الاخرين ومنافع الاخرين، طب تفسيرك لهذا السلوك المعضلة الاخلاقية يندرج هذا المهندس تحت اي نظرية من النظريات؟ فكر، اعد التفكير مرة تانية. طب فكر كمان مرة. اتوقع انك وصلت للحل. اذا ما كنتش وصلت للحل فكر فيها كمان مرة. ايوه بالضبط كده. حطيلي ده في سطرين 2 في صفحة 85 بخط ايديك الجميل من الكتاب المقرر على حضرتك. شكرا لمن سمع، وشكرا لمن نوى، وشكرا لمن عزم. شكرا لكم جميعا حبيبي الطلاب.